للاسف للاسف الناس اللي راهي تسرق راهو كاين شكون اللي راهو يدعمهم، وهذه حاجه صراحه ولا غير نقولها عبر برنامجكم. فضلي. شيء محزن جدا انه حنايا رانا ندافعوا، احنا ماناش نسرقوا، احنا رانا ندافعوا على التراث تاعنا، ويخرجوا ناس من عندنا كيفاش نقول لك، ما يشجعوناش ولا يكلاشيونا يعني ما كما يوقفوش نقولوا، معانا، ما يوقفوش يرحبونا مع ال يتصورونا، ما يوقفوش معانا، مع انه على بالهم بلي عندنا الحق. احنا اكزاكتلي. كفنانين اون برانسيب، احنا كفنانين نمدوا صوره، ندافعوا على التراث تاعنا، ندافعوا على اللباس تاعنا، ندافعوا على الاكل تاعنا، على اي حاجه تمثلنا، هويتنا. ناس واحد اخرين يسرقوها، هذوك اللي يسرقوها عندهم واحد الجرأة غريبة، صح. وما يخرجوش منهم الناس يقولوا لهم باللي عيب عليكم، وحنا كي ندافعوا على تراثنا وتقاليدنا وحاجاتنا يخرجوا من عندنا ناس يقولوا لنا علاه راكم ديروا هكا، علاه راكم ديروا في، ما على باليش في الفتنة مثلا. واحد ما راهو يدير في الفتنة، وحنا ما رانيش تاع فتنة، حنا ناس عندنا اكزاكتلي. حاجة تاعنا تاعنا، ماشي تاعنا ماشي حاجه تاعنا، تخصنا، نصحنا يعني نصح. لازم يلقى الحق انه تخصنا، لانه كاين ناس جوستومون كي هضرتي على هذه النقطه ياسمين، يقول لك حنا حياديين، يعني ما نحبوش نديروا النميمه والفتنه كما قلتي، لكن هذه حاجه تخصنا لازم ندافعوا عليها، لانه الفنان اصلا يوجه رساله. اكزاكتومون اكزاكتومون، هذه هي رساله الفنان. انا كي ما نديرش دوري دوكا ونبقى حياديه، القفطان تاعنا اوكي كاين بالك انواع معليش تاع القفطان، بصح ما يهمنيش ندخل في التفاصيل. القفطان تاعنا نقطه، الزليج تاعنا نقطه، الراي تاع الراي راينا يا اختي، ونديروا راينا. والقهوي تاعنا ونقطه وخلاص. هذا شنو حاب تفهم.